قسمة صوم الآباء الرسل الأطهار بصوت قداسة البابا المعظم المتنيح الأنبا كيرلس السادس. سلام لجميعكم الإله الذي قبل الظهور رئيس الكهنة الأعظم تجسد وتأنس لأجل خلاص جنس البشر وجعله من قدس كنوتا وشعبا مبررا الروح القدس على الرسل في يوم البنتقست وحل عليهم مثل أنسلة نار قاسم على كل واحد منهم وملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية وعدك الصادق كل اللغات وبشر باسمك القدوس في جميع الأمم ما بطرس وبولس الرسول فكان ظل حديما يشفي الأمراض كانت مناديل وعصائب الآخر تذهب الأمراض تخرج الأرواح الشريرة بإنجيل الملكوت وعلم الأمم سفك دمهم على اسمك ونال إكليل الرسولية وإكليل الشهادة تلاميذ القديسين ورسل الأطهار بحلول الروح المعز عليهم وأعطاهم السلطان أن يصنعوا الأشياء والآيات والعجائب وردونا إلى الإيمان الحقيقي بالثالوث المقدس سبحك ونباركك ونمجدك ونشكرك لأجل هذه النعم العظيمة سيدنا أن تنعم لنا بغفران خطايانا
طائر أنفسنا اكتدنا وارواحنا لكي بقلب طائر. نقرأ بدال بغير خاطب إليك يا لا بالقدوس السماوات ونقول لبان الذي سمت من المسيح يا ربنا.